السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في الوقت الذي لا يزال العديد من المترشحين والمترشحات الذين اجتازوا المباريات الكتابي بنجاح وايضا مباريات الشفوي ينتظرون الاعلان عن النتائج النهائيه هناك بعض الاكاديميات تعلن عن وثائق التسجيل بالمركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين وهنا سناخذ نموذج لجهه الرباط سالة القنيطره لمعرفه كل الوثائق التي يجب توفرها لدى المقبولين في لائحه النتائج النهائيه اليوم ان شاء الله تعلن إدارة المركز الجهوي لمهنة التربية والتكوين لجهة الرباط القنيطرة هنا عطينا كنموذج ويعني تقريبا جميع الجهات غيكون نفس الوثائق إلى عموم الناجحين في مباريات أو مباراة توظيف أطول الأكاديمية فوج 2021 يعني السنة أن عملية التسجيل ستتم خلال الأسبوع الممتد ما بين السابع والثاني عشر يعني عملية التسجيل تبدأ يعني البارح وباقي النتائج ما الى حدود يوم الثاني عشر من دجنبر يعني يكون شويه باقي الوقت بمقر التكوين المقر الرئيسي يعني العرفان يعني بالعرفان هنا في الرباط وفروعه حسب التقسيم الوارد في اللوائح النهائيه للناجحين المعلن عنها الى حدود ساحه الى حدود الساعه لم يعلن عنها وثائق التسجيل هي كالاتي يعني الناس اللي غادي تقبلوا في النتائج النهائيه واليوم الثامن من دجنبر لا زال لحد الساعه الساعه تقريبا السادسة مساء لم يعلن عنها اولا نسختان من بطاقه التعريف الوطنيه مصادق عليها يعني جوج ديال او جوج نسخ ديال البطاقه الوطنيه إيجاليزي اربع صور فوتوغرافيه حديثه العهد يكتب على ظهرها الاسم والمسلك والتخصص تقدم دي بعض ديال الصور وتكتب على الظهر ديالهم يعني الاسم والمسلك والتخصص ثالثا محضر الالتحاق بالمركز في ثلاث نسخ موقع وفق النموذج الموضوع راهنا هنا اشارتكم بالمواقع الالكترونيه لمركز العرفان وفرع القنيطره يعني كذلك يكون تماك واحد المحضر اللي غادي تلقاو النموذج ديالو يعني بالمواقع الالكترونيه لمركز العرفان وفرع القنيطره بالنسبه للناس جهه ديال الرباط قنيطره رابعا القانون الداخلي للمؤسسة موقع ومصادق عليه يعني يكون وثيقة خاصة بالقانون الداخلي يعني قد ياتي إيجاليزي يعني وفق النموذج الموضوع راهنا اشارتكم بالمواقع الالكترونيه لمركز العفان وفرع القنيطره بالنسبه لنا ديال الجهه اما باقي الجهات راه بطبيعه الحال غادي يكون مشار للموقع اللي غادي منه هذا القانون الداخلي وايضا محضر الالتحاق بالمركز خامسا بطاقه المعلومات معبأه بكل دقه وعنايه وفق النموذج الموضوع رهنا اشارتكم بالمواقع الالكترونيه لمركز العرفان وفرع القنيطره طيب. يعني هنا واحد البطاقه ديال المعلومات يعني تكون معبأة يعني بمعلومات صحيحه سادسا واجبات التسجيل يعني شنو خصك تخلص تسجيل 50 درهم زائد واجبات التامين 15 درهم يعني عندك تقريبا 65 درهم لا تخلص كواجبات التسجيل سابعا خمسة أضرفة متنبرة تحمل عنوان مقر إقامة المترشح أو المترشحة اثنان منها للبريد المضمون يعني يكون خمسة أضرفة متنبرة وفيها العنوان طبيعي الحال ثامنا ملف من الورق المقوى وهنا غادي يكونوا ثلاثة يعني اللون الأزرق خاص بمسلك الابتدائي يعني الناس اللي تقبلوا في السلك الابتدائي غادي يجيبوا اللون الأزرق ملف من الورق المقوى اللون بالضبط الأزرق اما بالنسبه للناس ديال المسلك الثانوي غادي يعني ملف من الورق المقوى ويكون اللون ديالو اصفر اما الناس اللي تقبلوا فيما يخص عطور الدعم التربوي والاداري والاجتماعي غادي يجيبوا ملف من الورق المقوى يعني واللون ديالو اخضر تلصق بواجهه الملف نسخه من بطاقه المعلومات زائد صوره ملصقه ومثبته في الجانب الاعلى على اليسار تلصق حتى واحد الصوره في الاعلى على اليسار بطبيعه الحال بالاضافه الى نسخه من بطاقه المعلومات ملحوظه ضرورة التأكد من تطابق المعلومات في جميع وثائق التسجيل يعني الإنسان يتأكد من كاع الأمور اللي عمرها جميع المعلومات يعني يعاود يفيريفي الاسم والنسب باللغتين العربية والفرنسية ورقم بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ ومكان الازدياد يعني يفيريفي مزيان يعني الإنسان يراجع المعلومات الشخصية ديالو كاملة يمكن سحب الوثائق المطلوبة للتسجيل من المواقع هنا راه عندنا جوج ديال المواقع كتحطهم جهه الرباط قنيطره يعني او سالة قنيطره يعني اما باقي الجهات راه تلقاو المواقع اللي خاصه بكم عنوان المركز الرئيس للعرفان وفروعه بالنسبه الناس ديال جهه الرباط سالة قنيطره عندنا المركز او الفرع المركز الرئيس العرفان يعني جا في شارع علال الفاسي الرباط المعاهد الموقع الالكتروني راه هو كيما كتشوفو dev.jcrm.efr.ra euh فرع القنيطره كاين زنقه عبد العزيز بو طالب حي ميموزه القنيطره اه www.crmefk.ma اه فرع الخميسات شارع ابن سينا بجوار تانوية عبد الله كانون يعني طبيعه الحال مدينه الخميسات فرع سيدي قاسم يكون شارع علال بن عبد الله بسيدي قاسم هذه هي الوثائق التسجيل بالمركز الجهوي لمهن التربيه والتكوين لجهه الرباط سال القنيطره المقر رئيس العرفان وفرعه اطر الاكاديميه فوج 2021 في انتظار الاعلان عن النتائج النهائيه حتى نعرف من يهمه الامر تحياتي لكم واتمنى لكم كل التوفيق وان شاء الله تسمعوا اخبار الخير